السلام عليكم. وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح اليوم دعوة عاجلة للمنظمات المحلية والعربية والدولية للتدخل وإغاثة النازحين في مديرية الصلو بمحافظة تعز. وحمل الوزير فتح من الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية التي يعانيها أبناء مديرية الصلو ومحافظة تعز عموما جراء الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيا على المحافظة والقصف العشوائي على منازل وأحياء المدنيين. أكثر المناطق التي سجل فيها نزوح جماعي جراء الحرب التي تشنها الميليشيا الانقلابية هي الصيار والصعيد والقابلة ونجد الشرف، وقد اتجه سكانها إلى الغرب إلى المناطق المجاورة للمديرية في بني يوسف وغيرها. التهجير القسري شهدته أيضا قرية الدبح والروض بمنطقة الربيعي إلى الشمال الغربي من مدينة تعز، في حين اضطرت عشرات الأسر في منطقة عنصوة شرق اللواء 35 مدرع إلى النزوح من المنطقة بسبب قناصة الميليشيا. سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني للوقوف على هذه الموجة الجديدة من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوص صالح في أرياف محافظة تعز، والتي تهدد بنتائج سيئة على سلامة المدنيين وعلى سبل عيشهم التي عصفت بها حرب الميليشيا على قراهم ومساكنهم، في محاولة لوضع نقاط على الحروف في ظل ما يبدو أنه تجاهل لا يمكن احتماله من جانب المنظمات الدولية المعنية. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك مشاهدينا. إذن أستاذ نبيل، نتابع ونبدأ النقاش معك، لكن بعد أن نتابع بعناية المشاهدين الكرام هذا التقرير. تعز تتعرض لموجة هي الأقصى من الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني، فبعد أكثر من عام ونصف من الحصار والقصف اللذين فشلت من خلالهما الميليشيا في تحقيق أهدافها بالحرب، ها هي تدفع بالمواطنين في مديرية الصلو وفي منطقة الربيع نحو نزوح جماعي قسري في ظل ظروف بالغة السوء. أحدث موجة نزوح شهدتها مناطق الصيار والصعيد والقابلة ونجد الشرف في مديرية الصلو إثر تزايد الهجمات التي تقوم بها ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة، خصوصا بعد أن تلقت تعزيزات كبيرة من هذه الأسلحة خلال الفترة الماضية. نازحو الصلو توجهوا صوب المناطق الغربية وخصوصا بني يوسف التابعة لمديرية المواسط دون أي غطاء من دعم إغاثي. الوضع الناشئ في الصلو دفع بوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إلى توجيه دعوة عاجلة للمنظمات المحلية والعربية والدولية للتدخل وإغاثة النازحين في مديرية الصلو. هذه الموجة الجديدة من الانتهاكات امتدت إلى منطقة الربيعي إلى الشمال الغربي لمدينة تعز، حيث شهدت قرية الدبح والروض عمليات تهجير قسرية للمواطنين إثر مداهمة قامت بها عناصر الميليشيا، في حين اضطرت عشرات الأسر بمنطقة عنصوة الواقعة إلى الشرق من معسكر اللواء 35 مدرع إلى النزوح من مناطقها بسبب قناصة الميليشيا. وضع جديد يفاقم من الوضع الإنساني في محافظة تعز التي تتعرض لعقاب جماعي وحصار والاستهداف مباشرا للنظام الصحي وللخدمات والمنع الممنهج لإيصال المساعدات الإغاثية. لم تستفد محافظة تعز من كل الهدن التي أعلنتها الأمم المتحدة والتي فشلت في حماية المحافظة وتخلت عنها في لحظة صعبة، ما شجع الميليشيا على ارتكاب المزيد من جرائمها إن بالحرب أو بدفع الناس إلى النزوح الجماعي القسري. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبالأستاذ نبيل وبالضيوف الذين سينضمون لنا عبر الهاتف أيضا تباعا. بداية أستاذ نبيل، المعارك كانت تشتعل بالمدن الحواضر المدنية بشكل عام، فحينها ينتقل الناس للريف وللقرى هربا من هذه المعارك، الآن المعارك باتت في الريف، ما سبب هذا التحول؟ التحول هو في طبيعة الحال هو انعكاس لهزيمة الانقلابيين وفشلهم عن إسقاط المدينة وصمود المدينة، صمود الأسطوري على أكثر من عام وثمانية أشهر لم يستطيع أي من هذه الميليشيات أن تقتحم أي جزء من المدينة، بل أنه تحررت أجزاء واسعة وكبيرة كانت تحت سيطرتها للميليشيات وخاصة في المناطق الغربية. اليوم يدرك الانقلابيون أن هذا الصمود الأسطوري لتعز هو صمود ليس بمعزل عن الأرياف التي ساندت إن على مستوى الأفراد أو على مستوى الدعم البسيط التي تجود به يعني بعض الأطراف في الأرياف. هذا كله أدى إلى ترابط اجتماعي غير مسبوق في حالة الدعم الشعبي الموجود للمدينة بين المدينة والريف، هو في طبيعة الحال
أدى إلى أن يتراجع الانقلابيون ويعني مرحلة انتقام الآن. تحولت هذه الانتقام بعد أن فشلوا في المدينة يذهبون إلى الأرياف بحثا عن الانتقام ومحاولة شراء انتصار وهمي وزائف في هذه المناطق. أنا باعتقادي أيضا أنه الجانب الأهم في هذا الجانب أنه بعد فشلهم في المدينة وانتقالهم إلى الريف كان يفترض أنه أن يتم دعم هذه الجبهات. أنا باعتقادي لم يعد هناك مبرر على الإطلاق لعدم دعم هذه الجبهات، وخاصة أنه تحققت انتصارات كبيرة على مستوى مديرية المصراخ أو كل مديرية صبر التي انتصرت انتصار كبير وتحررت من هذه السلطات الانقلابية. بقى بعض هذه المناطق التي كانت يعني بعيدة كل البعد عن أي صراعات وعن أي مواجهات، وخاصة مناطق يعني غرب الجنوب الحجرية اللي هي حيفا والصل وهذه المناطق وخدير، وهذه المناطق يعني ليست بذات الخصائص القبلية التي تتمتع بها المناطق الأخرى. في فضلا عن ذلك الناس في هذه المناطق تكاد تكون يعني 70-80% منهم سكان مدن، لأنهم بحكم التعليم وبحكم أنهم هاجروا من القرى إلى المدن لم يعد في هذه المناطق يعني بنية اجتماعية ذكورية كافية. كل ما هنالك بقايا الفلاحين وكبراء السن الذين بقوا في هذه المناطق ليفلحون ما الأرض في الصيف وما إلى ذلك، وبالتالي كان من السهل اقتحام هذه المناطق. حتى أتت المقاومة بإمكانياتها البسيطة واستطاعت أن تحقق بعض الانتصارات بقدراتها الإمكانية وإمكانياتها البسيطة المتواضعة. اليوم الذي يحصل أيضا وهو الجانب الخفي في الموضوع أنه يعني جزء من هذا الذي يحصل هو محاولة الالتفاف أيضا من المناطق الريفية وحصار المدينة على أبعاد في خطوطها وإمداداتها في سواء على المدخل الجنوبي أو المدخل الغربي. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن لتسليط الضوء على الجانب الإنساني والإغاثي في هذه في مناطق النزوح، ينضم لنا أستاذ نبيل معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. معالي الوزير. مساء النور، حياك الله، أهلا وسهلا. أطلقتم معالي الوزير نداء إلى المنظمات الإغاثية بدعوة عاجلة لإغاثة مديرية الصلو فيما يتعلق بالإسناد الإغاثي، حدثنا أكثر عن هذه الدعوة. شكرا جزيلا أخي العزيز. محافظة تعز كما تعلمون تعاني من حصار معالي الوزير. إذن هناك إشكالية في الصوت، سنعاود التواصل معكم. أعود يا أستاذ نبيل، كنت تتحدث أستاذ نبيل عن جانب خفي في سير المعارك واستهداف الميليشيات لمناطق الريف في محافظة تعز. هو بطبيعة الحال أنه الهزيمة التي مني بها الإنقلابيون والميليشيات الإنقلابية في تعز هزيمة تاريخية وكبيرة، يعني لم يخطر في بالهم أن تصمد المدينة هذا الصمود كله، صمود أسطوري بإمكانيات بسيطة ومتواضعة، واستطاعت أن تحقق انتصار كبير على أكثر من هذه المدة الزمنية التي من للحرب في تعز. الآن ذهبوا أو فكروا ربما بطريقة أخرى أنه نحن منهزمين في المدينة لا محالة، وبالتالي يتوهمون أن يجدوا طرق التفافية على المدينة من خلال الالتفاف على مديريات الحجرية حتى الوصول إلى هيجة العبد وقطع هذه الطريق، وأيضا على الشق الآخر وهو الالتفاف ومحاولة إسقاط مديريات جبل حبشي و تطويق المدينة من كل الاتجاهات، ويتجاهلون التجربة والنتيجة المريرة التي مني بها في منطقة صبر ومديريات صبر، وهي التي كان بدأت فيها المعارك مبكرا، ولكنهم أنها يعني هذه المناطق صمدت صمود أسطوري وانتصرت على هذه الميليشيات وحررت هذه المديريات. اليوم يتكرر نفس السيناريو بعد أن فشلوا في منطقة صبر، ذهبوا إلى مناطق الحجرية، يتوهمون أن هناك نوع من الفراغ في صفوف المقاومة أنه ليس هناك استعدادات، وخاصة أن هذه المناطق كما قلت لك يعني مناطق ميالة إلى العمل المدني وإلى الحياة المدنية، وأغلبهم يعني منتشرين في كل مناطق الجمهورية ويعملون في حرف وأيضا وظائف تربوية وصحية وهندسية، وبالتالي لم يعد يوجد ناس كثيرين في هذه المناطق وخاصة من الأجيال الشابة. لكن الذي حصل أيضا هناك مقاومة، استمرت هذه المقاومة وعادت مرة أخرى تدير المعركة في مع هذه الميليشيات الانقلابية. محاولة اليوم أنا باعتقادي أنه من الوهم بمكان التصور أنه سيتم أي انتصار في تعز مهما طالت هذه المعركة.
تعز خرجت عن الطوق وشبت وعرفت طريقها إلى التحرر، لأنه كانت خاضعة لسلطة احتلال ميليشوي طائفي عصبوي أتى من شمال الشمال ليحتل هذه المنطقة. وبالتالي اليوم هذه الذهنية هي اليوم الحاضرة لدى كل فرد في تعز، أنه لا يمكن على الإطلاق أن نتعايش مع هذه الميليشيات، إما أن تتحرر تعز أو تتحرر. طيب، يعني من الملاحظ في سير أو مناطق تواجد الحوثيين أستاذ نبيل أن هناك مسافة تمتد يعني بشكل كبير من المناطق الجنوبية الشرقية إلى المناطق الشمالية الغربية. لماذا تقوم الميليشيا بهذه يعني بفتح جبهات واسعة وممتدة على طول هذه المناطق؟ هو بطبيعة الحال هي محاولة إيجاد ثغرة للمرور إلى يعني لمحاولة الالتفاف على جبل صبر ومديرية صبر، لأنها هزمت في صبر هزيمة كبيرة، وصبر هي المديرية الجبلية التي تحيط بالمدينة مباشرة، مدينة تعز يعني ويحدها هو جبل صبر. هزمت في هذه المنطقة، انطلقت إلى منطقة الحجرية لعلها تلتف أيضا على صبر وتعود من يعني تقطع الامدادات على مستوى مناطق قهيجة العبد وغيرها من الشرايين. طيب، سنعود إلى هذه النقطة من جديد أستاذ نبيل، لكن يعود لنا معالي الوزير بالاتصال. معالي الوزير، كنا نتحدث عن الدعوة التي أطلقتها، الدعوة للمنظمات الإغاثية العاجلة لإغاثة مديرية الصلو، وحدثنا أكثر عن ذلك. إذا هناك انقطع اتصال مشاهدينا الكرام من المصدر مرة أخرى، نعتذر لذلك. معود لك أستاذ نبيل، هذا الأمر عندما تقوم الميليشيا بفتح جبهات ممتدة، عندما تقوم بنوع من التوسع بداخل هذه المديريات، وكما تفضلت أنت هو نوع من محاولة الدخول إلى المدينة ويعني فتح جبهات أخرى ممتدة عليها، لكن هناك من يطرح أن الميليشيا الآن توسعت أيضا بجانب تحقيق انتهاكات أكثر على مستوى السكان في الريف، على مستوى السكان في المدن، تقوم بنوع أكبر من الاستهداف للمدنيين. هل هذا أيضا يأتي في سياق الهزيمة التي تتلقاها في داخل المدينة؟ لا شك أنه نوعية السلوك الممارس ضد أبناء هذه المناطق هو ينبع عن مثل هذه الهزيمة النفسية التي يعانيها الميليشيات. لا شك أنه مرحلة يعني الوصول إلى عملية تهجير قسري لأبناء مناطق وقرى بعينها ومناطق كبيرة هو نوع من ردة الفعل الانهزامية للميليشيات. يعني أنت في الأخير أمام يعني ظاهرة لم تتكرر في حياة اليمنيين، أنه أن تهجر ناس من مناطقهم بالقوة وبالقصر والإكراه. هذا لم يحصل إلا في هذه المناطق. وأيضا والأخطر أيضا، وهذا الذي لا نتمنى أن يكون قد أنه جزء من منهجية وتفكير وسلوك الميليشيات، في عملية تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، وهذا خطير جدا نحن نخشى، وخاصة في المناطق في الجبهة الغربية وباتجاه مناطق حذران وشمال أو غرب الجبهة الغربية في تعز، أنه تم تهجير أبناء بعض القرى المحادية للواء 35 وأيضا منطقة الدبح و بعض قرى مناطق حذرار. هذه في هذه المناطق يعني ربما هناك لعبة تغيير ديموغرافي في هذه المناطق لمحاولة استعادة، لأنه تم هزيمة الميليشيات في هذه المنطقة على امتداد المعارك التي تمت في الجبهة الغربية طوال الفترة الماضية. اليوم ربما يفكروا بطريقة أخرى، أنه سيتم تهجير السكان واستقلاب آخرين من خلال مقاتلي الميليشيات أيضا، والاستيطان بهذه التفكير بهذا المنطق هو أيضا تفكير انهزامي أيضا أمام الصمود الأسطوري لأبناء هذه المناطق والمقاومة ورفضهم لهم، يعني الرفض المجتمعي ومرحلة الرفض المجتمعي، وهذه هي الأهم الآن. وأيضا عملية التهجير هي لا تأتي إلى نتيجة لوجود رفض اجتماعي لهذه الميليشيات وعدم قابلية للتعايش معها، وبالتالي ما يلجأ إلى استخدام أسلوب آخر واستخدام أسلوب الفرض الإكراه على الناس وإجبارهم على ترك منازلهم والتصرف بها. طيب، نحن تحدثنا هنا عن أبعاد اجتماعية لهذه العمليات التي تقوم بها الميليشيا، هل هناك أهداف سياسية أو أبعاد سياسية تستفيد منها ميليشيات الحوثي والمخلوع بالقيام بهذه العمليات، عمليات التهجير؟ الأهم في هذا الموضوع والأخطر هي عملية الإذلال الممنهج. هناك عملية إذلال للمواطنين ونوع من عملية يعني إجبار المواطنين على أو خلق فجوة بين
العمق الاجتماعي للمقاومة وبين هذه وبين المواطنين في هذه المناطق، انه سيفرضون نوع من عملية الإذلال على المواطنين لئلا يكونوا او لفصل مرحلة التلاحم الوطني بين هذه المناطق وبين هذه المناطق وبين المقاومة الشعبية والجيش الوطني. هذا من ضمن الأهداف التي ربما قد يرموا لها الانقلابيون في هذه المرحلة، وهو نوع من يعني إيذاء الحاضنة الاجتماعية للمقاومة والجيش الشعبي، لأنه الجيش الشعبي والمقاومة بالأخير هو من أبناء هذه المناطق. يعني من أين أتوا؟ هم من أبناء تعز، وبالتالي هذه المناطق التي ترزح تحت سلطة الميليشيات الانقلابية يتصرف بها على هذا الشكل، يعني على هذا النمط، أنه يتم إذلال الناس وإخراجهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإذلالهم وطردهم في مثل هذه الظروف الصعبة والقاسية، هو نوع من الإذلال وممارسة مزيد من الصلف الذي سينعكس أيضا بطريقة عكسية وسيرتد ضد الانقلابيين لا شك في ذلك. طيب هل هناك يعني استدعاء لنوع من التاريخ باعتبار أن ريف محافظة تعز أيضا كان له أدوار على صعيد المرحلة الوطنية التي مرت بها البلاد أو المعركة الوطنية التي مرت بها البلاد، وكذلك امتداد لجغرافيا المناطق الوسطى التي كانت دوما يعني تمد المعركة الوطنية بالكثير من الرجال؟ أنت الآن تعود بنا إلى منطقة أو إلى مرحلة تاريخية مهمة جدا، وهذه المرحلة لفت انتباهي لها بشكل جيد، أنه الآن ما يحصل في هذه المناطق، طبعا هذه المناطق مناطق الصل والحيفان والحكوم والأثاور، هذه مناطق والعبوس، هذه مناطق تعتبر العمق الحضاري المدني لليمن بشكل عام شمال والجنوب. من هذه المناطق يعني الكثير من القادة الكبار على مستوى ثورة 48 أو 62 أو على مستوى أيضا ثورة 14 من أكتوبر التي انطلقت في أولى اجتماعات الجبهة القومية في منطقة العبوس في مدرسة التحرير في منطقة العبوس في 64. يعني هذه المناطق ذات عمق حضاري أو عمق وطني وشعبي في تفكير الناس وأيضا امتلائهم قواميس النضال والتضحية وبالتالي ما يحدث اليوم أيضا حتى معركة أغسطس 68 هي كانت معركة أيضا بين الشرائح الاجتماعية المثقفة الواعية التي خاضت معركة 70 يوما في صنعاء، والتي كان معظم أبناء أو معظم من خاض هذه المعركة هم قيادات مثل عبد الرقيب عبد الوهاب، مثل عبد الرقيب الحربي، مثل محمد صالح الشميري، كل هؤلاء القيادات الكبيرة الذين قادوا معركة يعني تحرير صنعاء وإسقاط الحصار في 70 يوما كانوا كلهم ينتمون لهذه المناطق. اليوم يعني عودة فكرة يعني الثأر والانتقام من أبناء هذه المناطق بجريرة ما حصل في أغسطس 68 في صنعاء، هاي معركة لازالت بنفس التفاصيل ونفس الأهداف ونفس المسببات والمبررات التي تدعو إلى إطالة المعركة بهذا الشكل. هناك إرث أو ثأر تاريخي بين أبناء هذه المناطق باعتبارهم حوامل لمشروع الثورة ومشروع الدولة والنظام القانون، وبين هذه الميليشيات التي تريد أن تفرض حكما كهنوتيا وتعيد ثورة وتعيد اليمنيين إلى ما قبل 26 سبتمبر. طيب أستاذ نبيل ينضم إلينا الآن يعني مشاهدة أو متابعة عن كثب من داخل محافظة تعز، ينضم لنا الناشط الحقوقي الأستاذ راشد محمد. مساء الخير سيد راشد. مساء النور سيد. حدثنا أكثر عن هذا التهجير الجماعي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع في منطقة يعني في ريف تعز وخصوصا منطقة الصل. ما يحصل في ريف تعز هي جرائم انتقام جماعية من السكان من الأهالي المدنيين في أكثر من منطقة في الوازعية وأمس في قرى في الضباب، وأيضا الجريمة الكبرى في الصلو. ما يحصل في الصلو جريمة ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. المأساة الإنسانية في الصلو كبيرة جدا وغير قابلة للقياس في أي معاناة أخرى. الأهالي هناك يبيعون مواشيهم بأبخس الأثمان، الناس تركت بيوتها وتركت حتى محصول الذرة، محصول العام كامل من الذرة تركته في أسطح المنازل ونجت بأرواحها. حالات يا إنسانية صعبة للغاية. الناس هناك نحن على مدى اليومين الماضيين نتلقى بلاغات ونتلقى شكاوي أن الأهالي هناك يبحثون عن جهات تتكفل بإخراجهم من منازلهم. المواطنين لا يجدون
وسائل نقل، وسائل مواصلات كي يتمكنوا من النزوح. حالة مأساوية كبيرة، والعالم لا ينظر إلى ما يحدث في الصلو، لا ينظر إلى معاونات الناس، لا ينظر ما إلى جرائم الميليشيات بالقدر الذي ينظر فيه إلى ما تتعرض له بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. وهذا نظرة قاصرة. ما يحصل في الصلو جرائم تهجير جماعية، قرى مثل المقاطرة والصيار وبيت القاضي تكاد تكون خالية تماما من السكان بفعل التهجير. الناس تعرضوا لتهديدات، تعرضوا لاقتحام بيوتهم، واعتلى القناصة سطوح المنازل، وبالتالي أصبحت البيوت مستهدفة. الأهالي هناك يرفضون البقاء، يهربوا القرى الأخرى المجاورة، تهرب وتنزح خوفا من تمدد المواجهات إليها. طيب، أنت تحدثت أستاذ راشد عن نوع من البلاغات، وكذلك يعني انقل لنا نوع من أو شهادة من الشهادات التي عايشتها أنت كناشط حقوقي في أو ناشط نعم ناشط حقوقي في تعز. كنت قبل أمس في الصلو، قابلت حالات من النزوح التي نزحت من منطقة الصيار، وحدثونا هناك بكل أسى كيف أنهم تركوا منازلهم وتركوا ملابسهم وتركوا مقتنياتهم داخل المنزل، كيف أنهم حتى أحذية الأطفال لم يستطيعوا أن يأخذوها معهم، يعيشون في القرى القريبة في العكيشة وفي القابلة تحت تهديد امتداد المواجهات إلى هذه المناطق. الناس هناك ظروفهم صعبة، يتحدثون أنهم بدون رواتب لأكثر من شهرين، بدون عمل، مديرية تعتمد على الزراعة والرعي بدرجة رئيسية. تحدثوا عن وصول تهديدات وبلاغات إليهم بأنهم مستهدفون، هم ونسائهم أيضا. أحد من حدثنا هناك قال أنه كان قد نجا بنفسه من تهديدات ميليشيات الحوثي، غير أنه وصلته بلاغات أخرى تؤكد له أنه لن يسلم لا هو ولا أفراد أسرته. عاد تحت جنح الظلام، تسلل إلى بيته، ثم استطاع أن يخرج زوجته وأطفاله تحت جنح الظلام، لم يأخذوا شيء معهم. الميليشيات على ذلك اقتحمت المنزل واقتحمت المنازل المجاورة. حالة إنسانية صعبة للغاية، لا طيب أحد أستاذ راشد يمكنه أن يتوقع ما يحصل هناك. أستاذ راشد، هؤلاء الذين يخرجون من قراهم بالإكراه، أين تكون وجهاتهم التي يذهبون إليها بعد ذلك؟ بعض من قابلناهم أمس وهم في سيارة الدفع الرباعي متجهين إلى مناطق، نسألهم إلى أين، يقولوا أنها وجهتهم غير محققة، سيذهبون باتجاه الدمنة، باتجاه الراهدة، باتجاه مدينة التربة، باتجاه قدس، باتجاه الخضراء في سامع، باتجاه بني يوسف في المواسط. يخرجون من منازلهم ومن قراهم دون وجهة محددة، لا أحد يعرف أين سيستقر أو أين أو أي منطقة ستتلقفه وستمنحه الأمان والدفء. طيب أستاذ راشد، هذه الحالات جميعها هل تشهدون أو يعني حالة النازحين بكل تأكيد صعبة، ومن الصعب أن يعني يقوموا بالإدلاع عن معلومات من هذا النوع في هكذا وضع وهكذا حالة، لكن هل يتم توثيق هذه الحالات من قبلكم أنتم كناشطين وكراصدين في هذه في تلك المناطق؟ والله نحن خلال زيارتنا وثقنا بعض الحالات، وثقناها بصوت وصورة، وثقناها أيضا شهادات مكتوبة، لكن كما قلت أنت أغلبهم يرفضون الحديث، متخوفون من القادم. لكن هناك من يدلي بهذه المعلومات، مثلا أحدهم قابلناه وهو يقود 4 إلى 5 أغنام، سألناه عن وجهته فأجاب أنه ذاهب إلى بيعها، وحين استفسرناه عن السبب قال أنه عاد من صنعاء ولأجل أمه وأبيه المسنين، وأنه الآن سيقوم ببيع هذه الأغنام. عرض علينا بيعها بأسعار زهيدة جدا، بأسعار بخسة، وقال أنه مستعد لأن يبيعها بأي ثمن كي يتمكن من توفير وسائل النقل لأفراد أسرته. حالة الإحصائيات صعبة، وخاصة عندما تكون حالة فردية، يعني أنت تحتاج أن ترصد كل حالة على حدة، لكن بحسب المعلومات التي متوفرة عندنا أن الأسر بالمئات. لدينا أيضا معلومات من جنة خدير، من الخضراء، من قدس، ومن التربة، رفضت هذه الحالات التي نزحت من قرى الصيار والصعيد والمقاطرة وبيت القاضي.
اتجهت بعض الأسر إلى تعز، إلى مدينة إب، إلى العاصمة صنعاء، اتجهت بعضها إلى عدن. نتابع حركة النزوح بشكل مستمر. أشكرك رشاد محمد الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وقبل أن نستكمل الحديث مع ضيفنا هنا في الاستوديو وبقية الضيوف الذين سينضمون إلينا، نذهب إلى هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، سمعنا هذه يعني الإفادة التي قدمها الناشط راشد محمد. هناك الكثير من القصص، وهناك ربما قصص أسوأ تحدث ويعيشها الناس هناك في مناطق ريف محافظة تعز. هذا الأمر عندما حتى هؤلاء من ينزحون يذهبون إلى مناطق أيضا لربما يعيشون فيها، يعني يعيشون مجددا فيها، أو يعني يبدأون حياتهم من جديد بها، وهي ربما مناطق تكون أساسا تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. هذا الأمر كيف يمكن أن يعالج، وكيف يمكن أن يعطى حلا سريعا من قبل المسؤولين؟ للأسف أنه مثل هذا الحالة التي وصفها لنا الأخ من هناك من على أرض الواقع، أن بعيدة هذه الصورة كثيرا عن المسؤولين، عن المنظمات الدولية التي انزعجت من مجرد أخبار نشرت عن معارك دارت قبل أشهر في مدينة، في قرية الصراري في تعز، التي تحولت إلى قصة عالمية، وهي لم يصح كثير من الأخبار التي وردت من هناك، بس فقط لأنه الميليشيات هي التي كانت الطرف المتضرر في تلك المعركة. اليوم حينما المعركة منتظرين منها مواطنون عزل وأبرياء ليس لهم أي علاقة بهذه الصراع إلا من حيث أنهم وجدوا في هذه المناطق، للأسف أنه حتى الجانب الحكومي هناك تقصير كبير جدا. أيضا بالأمس أيضا سمعتنا من أحد المسؤولين الدوليين تقريبا في الصليب الأحمر تحدث على أنه هناك تسييس لمسألة المواد الإغاثية أيضا التي تدخل إلى اليمن عن طريق الحديدة وعن طريق بعض المناطق، أنه يتم تسليمها للميليشيات، ويتم أيضا عملية تسييس في تسليم وتوزيع هذه المعونات للأطراف التي تريد هذه الميليشيات أو التي تدعم أو ترضى عنها أو ترضى عن هذه الميليشيات. وبالتالي نحن أمام إشكالية خطيرة جدا أيضا، أنه هذه المناطق يعني عملية النزوح الجماعي هو سيؤدي إلى أفواج كبيرة من النازحين الذين أولا ليس هناك أي بنية تحتية بسيطة متواضعة، أيضا على مستوى العمل الإغاثي غير موجود لإسنادهم، وحينما تذهب الناس إلى بيع مقتنياتها وحيواناتها بأرخاص زهيدة دليل على أنهم لا يوجد أحد ممكن أن يدعم أو يعني ينتبه لمأساة هؤلاء الناس وحاجاتهم الضرورية. وبالتالي هناك كارثة، لا شك أنها كارثة كبيرة جدا. الجانب الحكومي مقصر تمام، وخاصة أنه المناطق التي ممكن أن يذهب إليها هؤلاء النازحون وهي مناطق أيضا جزء كبير منها تابعة للسلطات الشرعية، يعني في اتجاه التربة وقدس والحجرية وهالمناطق، ويفترض أنه هناك مخيمات نزوح أيضا تتكفل بها السلطة الشرعية عن طريق مركز الملك سلمان، عن طريق المنظمات التي ممكن أن تدخل لهذه المنطقة. ما أن يتم تركهم والذهاب إلى مناطق الميليشيات، أنا باعتقادي أنه هذا نوع من المهانة المتبادلة والعكسية من قبل السلطات الشرعية باتجاه هؤلاء المواطنين الذين تم تهجيرهم من مناطقهم. وبالتالي سيكون الطرفان الميليشيات الانقلابية والسلطات الشرعية مشتركة في هذه الجريمة، يعني وخاصة إذا لم يتم يعني الإسراع بإمداد هؤلاء الناس بالمعونات الضرورية الملحة لاحتياجاتهم اليومية من أكل وشرب وأغطية، ونحن أمام مأساة كبيرة جدا. وأخطر ما في هذه المأساة أنها تتحول إلى سلوك أيضا، وأنها لن تتوقف هنا هذه المأساة، أنا باعتقادي لن تتوقف، خاصة أنه هناك سياسات ممنهجة يتم الآن الاشتغال عليها مجددا في عملية ضرب النسيج الاجتماعي والعمق الاجتماعي للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في مناطق رياف تعز. طيب الآن يعني في بعض المقاطع الفيديو التي شاهدناها حول هؤلاء النازحين، هناك أيضا من يتخوف من عملية البوح بمعلومات أو تحديد من يقوم بالتهجير، وكذلك إلى أين يذهب، ومعلومات أخرى حول يعني حول أنفسهم. هذا الأمر هل يأتي من
جانب تخوف هؤلاء النازحين من مصائب أخرى قد تلحق بهم، أم أن هناك نوع من الإعاز لهم من قبل من قام بتهجيرهم، أن هناك ملاحقة قد تتم لهم وبذلك يتوجب على المقاومة والجيش الشعبي الحماية وإشعارهم بالأمان في المناطق التي يذهبوا إليها؟ أولا لا شك أنه أنت حينما تطرد من بيتك تحت تهديد السلاح أنه ولن تجد أحد أو الطرف أو جهة تذهب إليها سوى هذه المناطق التي خاضعة تحت سلطة الانقلابيين وهذه الميليشيات، لا شك أنك لن تستطيع أن تبوح بشيء لأنك أنت ستظل ملاحق وستظل مطارد أينما ذهب، وبالتالي ليس هناك جهة ممكن أن تذهب إليه على افتراض أنه هناك جهة إلا أن تكون الجهات التي الجهات الحكومة الشرعية وهي المناطق المحررة، والمناطق المحررة تكاد تكون لا توجد فيها أي إيفاء بمتطلبات واحتياجات هؤلاء النازحين على مستوى الخيام وعلى مستوى الأغذية على مستوى الحاجات الضرورية اليومية، وبالتالي من حق الناس أن تتخوف لأنها أمام سلطة باطشة طردتهم من منازلهم، فكيف سترتجع عن أن ترتكب حماقات بحق هؤلاء الناس؟ بالفعل. طيب، ينضم لنا أستاذ نبيل العقيد منصور الحسيني الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. سيادة العقيد، هل يعني تقوم ميليشيات الحوثي بحرب شاملة على المقاومين على المسلحين وكذلك على المدنيين في محافظة تعز؟ ما الوضع في تعز وما هي خطواتكم العملية كمقاومة وجيش وطني لاحتواء هذه المأساة؟ أخي الكريم، الميليشيات كثفت في اليومين الماضيين من تحركاتها العسكرية في مدينة تعز تزامنا مع المبادرة الأممية التي طرحت من ولد الشيخ، وهي تريد أن ترسل رسالة إلى الخارج أنها لا زالت قادرة على فعل التأثير على الأرض والتحرك وأنها لا زالت قوية، لكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز بحمد الله تمكنوا من مواجهة هذه التحركات وإحداث تقدم ونصر كبير في معظم الجبهات القتالية، وكان أبرزها اليوم في جبهة الصلو الجبهة الأسخن التي كانت في اليوم الماضيين، حيث تقدم الجيش الوطني وطهر القرى التي تطل أو تقع في مشارف جبل الصلو، وإن تقدم الجيش الوطني اليوم في جبهة تعبات حقق تقدما وسيطر على بعض المباني في تعبات واستطاع أن يأسر عناصر من الميليشيات والمخلوع عفاش، وأيضا هناك أسرى وقتلى بشكل كبير في الصلو، وأيضا يعني تقدم في معظم الجبهات القتالية في اليومين الماضيين في مدينة تعز، والجيش الوطني في حالة استعداد وتهيؤ وجاهزية لمواجهة هذه التحركات، وهو الأقدر الآن والأكثر إن شاء الله في تحقيق التقدم واحتواء هذه التحركات العسكرية لميليشيات الحوثي وتفويت الفرصة عليهم، حيث أنهم حريصين على إرسال هذه الرسالة لأنهم لازالوا الأقوى والأقدر على التأثير على أرض المعركة في مدينة تعز، المعركة الفاصلة والحاسمة في معركة الوطن بشكل عام. أخي الكريم، طيب سيادة العقيد، هذه المناطق التي تحقق فيها المقاومة الشعبية انتصارات، عندما تدخل إليها هل تلقى السكان الذين كانوا يتواجدون فيها؟ نحن نشهد عمليات نزوح جماعية، هناك عمليات تهجير تقوم بها ميليشيات الحوثي في تلك المناطق، هل تقوم المقاومة الشعبية بدورها في تأمين المدنيين في تلك المناطق، في حمايتهم، في الدفاع عنهم، وكذلك في مواجهة أي انتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي من هذا النوع؟ أخي الكريم، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة تعز هذه مهمتهم الرئيسية هو الدفاع عن المواطن التعزي وحمايته وحماية الوطن بشكل عام، وهي مهمتهم الرئيسية. هؤلاء هم يعني مواطنون وهم يعني جزء من مهمتنا ونحن الأحرص عليهم، والجيش الوطني دائما يسعى في تأمين المواطن وحمايته من هذه الميليشيات. الميليشيات دأبت في الماضي والحاضر على هذه السلوكيات اللا إنسانية وهو التهجير وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز، هم يعني يحاولون أن يستهدفوا هذه الحاضنة لأنها هي العنصر القوة
للجيش الوطني في محافظة تعز هو عنصر القوة في مقاومة هذا المشروع السلالي الطائفي، هو سر صمود محافظة تعز للحاضنة الشعبية والمواطن من أبناء تعز، فهم يستهدفون هذا العنصر الذي يشكل الرافد للمقاومة الشعبية والجيش الوطني. ونحن هذه مهمة الرئيسية في محافظة تعز، وهو حماية هذه الحاضنة وتحقيق النصر ورفع المعنويات وهزيمة الخصم الأوحد لهم وهو ميليشيات الحوثي. هذه الميليشيات دائما هي تقوم بهذه السلوك اللا إنسانية، تهجير الناس، ضرب المواطن، قتل المسالمين، قتل العزل، التركيز على الأبطال وقتلهم، هذه أخلاقهم، وهذا الذي يميزنا عنهم. نعم سيادة العقيد، أننا نحارب بأخلاق وهم يحاربون بلا أخلاق أخي الكريم. طيب سيادة العقيد، الآن المعركة كانت في المدينة بشكل أساسي تتركز هناك، انتقلت المعركة شيئا فشيئا إلى الريف. المدنيون في هذه المناطق هل تم يعني الإعاز أو التفكير بمناطق آمنة لا تمتد إليها المعارك وتكون مؤمنة من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى إذا ما حصل تهجير في منطقة معينة يذهب إليها يعني هؤلاء المدنيين، وكذلك لحماية بقية المدنيين في ريف محافظة تعز من الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع؟ الكريم، نحن مجتمع متلاحم والذي يخرج من مناطق المعارك والخطوط التماس وخطوط الالتحام هم يعني يخرجون إلى أهليهم وإلى جيرانهم وإلى القرى المجاورة، وأيضا الجيش الوطني يحاول بقدر استطاعته وإمكانته المحدودة توفير هذه الأماكن الآمنة. لكن هذه طبيعة اليمنيين، أنه كل إنسان يعني ينزح من المواجهة يتحرك إلى قريبه في القرى المجاورة وفي المكان المجاورة. هناك منظمات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني تعمل رديف للجيش الوطني المقاومة الشعبية وتسعى إلى تأمين هؤلاء النازحين، وهناك نشاط مجتمعي داخل مدينة تعز يغطي هذه الثغرة، وهناك تكامل من كل الاتجاهات. المواجهات يعني بين حين وأخرى تلتهب في هذه الجبهة ثم تنتقل إلى هذه الجبهة، والناس يعني معرضين في هذه الحروب إلى الأذى. لكن الحمد لله يعني هناك يعني تخفيف نوعا ما الى هذا الجانب، وهناك استيعاب لبعض النازحين، وهناك يعني ونحن ايضا نطلق نداء من خلالكم الى كل المنظمات الدوليه الى ان تحاول تساعدنا في هذا الجانب وتخفف من هذا هذه القضيه وهذه المشكله في مدينه تعز. اهل الكريم، العقيد منصور الحسيني الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة في تعز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. العودة لك أستاذ نبيل، يعني هناك مأساة في تعز وهناك معركة تدور الآن سواء في المدينة أو في الريف، برأيك إلى ما ستتجه الأمور في قادم الأيام؟ الأمور واضحة من عنوانها اليوم، المعارك ستظل مستمرة و ربما قد يطرأ معادل جديد في المعركة، ربما قد تفتتح جبهات جديدة وأخرى مختلفة أيضا، لأنه لا يمكن أن يسكت المواطنون في تعز عما يتعرض له يعني المواطنون في منطقة الصل وغيرها، لأنه بالأخير نحن أمام كتلة بشرية متماسكة ومترابطة جدا. الإشكالية تكمن أيضا في عدم وجود يعني مبادرة حقيقية من قبل الأطراف الرسمية سواء على مستوى التحالف العربي أو على مستوى السلطة الشرعية في تحويل هذه الجبهة إلى جبهة رئيسية، رغم أنها الجبهة التي تعرضت وصمدت وانتصرت رغم كل الانكسارات والخذلان الذي منيت به هذه الجبهة. أنا باعتقادي ما ينقص تعز فقط هو وجود إدارة لهذه المعركة ووجود أيضا تدخل مباشر من قبل السلطات الشرعية وممثلة بالقيادات الكبيرة والميدانية الموجودة هناك، لأن المعركة في تعز ينتابها الكثير من الركون على إمكانيات الناس المحدودة والبسيطة في هذه المناطق، وخاصة بعد هذه الفترة الطويلة من أكثر من عام ونصف العام والمواطنون يقاتلون ويصمدون بإمكانياتهم البسيطة. أنا باعتقادي أن المدخل الحقيقي للانتصار في تعز اليوم تحويلها إلى جبهة حقيقية تمد بجسر متواصل من الدعم على كل مستويات الإنساني والعسكري والإغاثي.
أنا باعتقادي غير ذلك. أنا طيب، هل من بوادر على ذلك؟ وما الذي يمنع حدوث ذلك؟ خاصة وأن الأمر الآن سياسيا بالنسبة للملف اليمني بات أكثر تعقيدا، هناك يعني وجود خطة، رفض هذه الخطة إلى آخره من التعقيدات التي تحدث. أنا باعتقادي أنه أهم نقطة ممكن التركيز عليها للرد على خارطة الطريق التي رفضت، وللرد أيضا على بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي تدخل، هي معركة تعز. معركة تعز بالنسبة لليمنيين هي معركة مركزية، ربما لا تختلف أو لا تقل أهمية عن معركة صنعاء، باعتبار تعز هي العمق الثوري والجمهوري والشعبي والوطني لكثير من المعارك على مستوى الشمال والجنوب، هذا تاريخ المدينة. وبالتالي حتى أيضا يعني أنت من خلال تركيزك على أنه هذا التركيز من قبل الميليشيات الانقلابية في أن تحصر المعركة وأن تدفع بكل قطعانها الميليشوية إلى تعز، هو نتيجة لوجود لخوفهم من هذه المعركة، أنه تعز إذا حصل الانتصار الكبير وتحررت المدينة أنا باعتقادي سينفرط خيط الانقلاب منطقة منطقة، لأنه تعز لن تتوقف مقاومتها في حدود المحافظة وإنما ستنطلق في تحرير المناطق حتى تصل إلى صنعاء. هذا قدر هذه المدينة التاريخي، وهي أنا باعتقادي المفتاح الحقيقي للرد على كل الكواليس الدولية التي تلعب على إطالة أمد الأزمة لخلق واقع جديد يعترف سلطة الانقلاب كميليشيات أو كسلطة أمر واقع يمكن ضمها ضمن إطار سلطة جديدة كما بشرت به الخريطة المشؤومة لولد الشيخ. طيب في نقطة أخيرة، هذه يعني مسألة النزوح هي مسألة تناط عادة بالمنظمات المجتمع المدني، لماذا هذا السكوت تجاه هذا التهجير الذي يحدث في تعز؟ أنا هذا السؤال دائما أقوله ربما من بداية الأزمة حتى الآن، كل إن لم يكن يعني معظم إن لم تكن كل هذه المنظمات التي انسحبت من تعز في إبان المعارك الرئيسية قبل عام، كالصليب الأحمر، كصندوق الإغاثة الدولي، هذه المنظمات انسحبت من تعز، و كما قلت وأقول دائما أنه هذه المنظمات تم اختراقها من قبل ناشطين يلون للمشروع الإيراني في المنطقة ويلون أيضا للهشمية السياسية، وهم يستطيعون من خلال مواقعهم في هذه المنظمات في تشويه الصورة الحقيقية للمجري في الميدان. أيضا تصريح قبل يومين لأحد مسؤولي الصليب الأحمر يتحدث على تسييس المعونات التي تتم في هذه المناطق، بل الأنكى والذي ربما لم يشاهد أو لم يسمع به البعض أنه يعني خلال العمليات التي تمت خلال العام الماضي وكان يتم إسعاف الجرحى إلى مناطق للصليب الأحمر، كان يتم بمجرد ما يصل الجريح إلى تلك المناطق يتم بتر منطقة الجرح إما اليد أو يعني مباشرة دون أن يعتنى. هناك جريمة مورست بحق الجرحى في من أبناء تعز في تلك المناطق، ومن أبناء تعز ومن عدن أيضا، يعني هناك شكوى ستقدم في هذا الخصوص وربما قد يلوها تحقيق حول ما جرى في يعني نحن أمام تسييس كل شيء حتى مسألة الجرحى ومسألة الإغاثات من قبل هذه المنظمات التي تشتغل كإطار لمشروع إيران في المنطقة في هذه المرحلة. عسى الله أن يفرج هذا الحال عن الساكنين في تعز وفي كل أنحاء اليمن. أستاذ نبيل، بهذا نصل إلى ختام الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقة اليوم، كما والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.